مواليد مؤكد من مواليد قرية الدلال. أنا ما بيش كل واحد من هذه القرية دي لا عندك وقت بالنهار ولا عندك بالليل وسيلة بتاع إضاءة عشان تذاكر. إن بساطة الحياة في قرية واد بلال توحي بأن من ينشأ في هذه البقعة لابد أن يتميز بسمات الأصالة والخير والعطاء. كانت واد بلال بدفء طيبة أهلها وأطفالها منجما يصقل الغالي من بنيها ويملأهم بالخير للغير. لحظات طيبة أن نأتي ونتذاكر فيها أخونا أبا بكر واد بلال. وصعب جدا أن الإنسان يقول يتحدث عن أبا بكر عليته لأنه قد يظلم نفسه. أبا بكر عليتهم إذا تحدثنا عن أبا بكر الأخ نجده كان أخا معلما مربيا مؤدبا مؤدبا لغيره. الأدب الإنجليزي وبنعشق الثقافة وبنعشق حتى الماء حقك تمشي تبعد معاه وتلقاك تبنيته وكده. فحنتو كانت مدرسة مش مدرسة بتاعت علم ساينس وكالكولوس وكده وكده، كانت بتاعت ناس بالطريقة كده. فكانت دي حنتو علم فكر ثقافة أي شيء. وبعدين حنتو ويقول لك لما نيجي ولا نسينا براون يقول لهم ويمصفيذهم يجي من هناك ويمصفيذهم أنبيذهم ناكلهم ونغلبهم. شوف الروح بتاع التنافس الحر أي والله كانت أيامنا يعني الواحد لا بد إنه أبناء حنتوب يقعدوا مع بعض ويعملوا لقاء فكري ويكتبوا الكلام ده ويدوا للأجيال الثانية على وعسى أبنائنا يأخذوا جزء منه ويستفيدوا. أن الناس في السودان يحسنون التأبين، والتأبين هو مدح الرجل وهو ميت، ولكن لا يحسن التغريض الذي هو مدح الرجل وهو حي. فعلق الناس يشوفوا يوم شكرهم قبل ما ينتقلوا، يعني أخونا أبا بكر وأهل.